السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم وصفات أم آدم وكريم. كنتمنىكم يا ربي تكونوا في تمام الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. فاليوم إن شاء الله غنحضر معكم واحد الطارت بثلاث طبقات سهلة بسيطة بمقادير اللي جد اقتصادية ومتوفرة في كل بيت. غنحضروها بكيك ديال البيضة الواحدة وخمس ملاعق اللي سبق لي وشاركت معكم بزاف ديال المرات في القناة. كتجي خطيرة البنات، رائعة بدون كريمة سائلة. انا اكيد ان شاء الله اللي جربتوها غتعجبكم. ما نطولش عليكم، ندوز معكم مباشرة المقادير والطريقه. فبسم الله على بركه الله غنحضروا اول حاجه طبقه تاع الكيك اللي غادي نحتاجوا ليها حبه ديال البيض. من الاحسن تستعملوا حبه ديال البيض تكون كبيره وتكون بدرجه حراره المطبخ. ضفت عليها كيس ديال السكر الفانيليا وكذلك رشه ديال الملحه، وغادا نضيف خمس ملاعق كبيره ديال السكر سنيده او السكر الابيض. غنجيب الطراب اليدوي وغنخدم هاد المكونات هادو مزيان مزيان، يعني حتى كيولي ليا القوام ديال الخليط او اللون ديالو كيتبدل وكيولي فاتح، كيولي بهذا الشكل هذا. راه بسرعه يعني كيتبدل لكم ليه اللون حيت الكميه غير قليله. صافي، من بعد ما خدمتو كما شفتو غنضيف له خمس ملاعق كبيره ديال الزيت النباتي او زيت المائده، وخمس ملاعق كبيره ديال الحليب، يعني حليب عادي ما يعني ما يكونش دافي ولا بارد، يكون يعني بدرجه حراره المطبخ. صافي، وكنعاود ندمج كلشي بالطراب اليدوي. نبدا نضيف في النواشف، فكنجيبو دائما واحد الصفايه اولا واحد الغربال، وغادي نضيف كيف العاده خمس ملاعق كبيرة ديال الدقيق الفورس أو الدقيق الأبيض، مع ملعقتين كبيرتين ديال الكاكاو المر. استعملوا الكاكاو المر، يكون من نوعية جيدة باش كيعطيكم نتيجة وكذلك مذاق زوين، مع كيس ديال الخميرة ديال الحلويات أو البيكنج باودر اللي الوزن ديالو 8 غرام ما يعادل واحد الملعقة صغيرة. صافي، ودائما بالطراب اليدوي غادا ندمج المكونات مزيان. غيبان لكم القوام ديال الخليط شويه يعني جاري اولا شويه يعني مرخوف، فعادي فراه من بعد يعني فاش كنخليو واحد شويه بحال كتحسوا بانه كيشرب اولا كيتقال شويه. وغادي نضيف كاخر اضافه واحد الملعقه كبيره ما تكونش عامره بزاف ديال الخل باش كتهشش لكم هذا الكيك هذا وكيجيكم بحال كانكم يعني مصايبين شي جينواز. صافي، كنعاود ندمج مره اخرى كلشي وكيكون هذا هو القوام ديال الخليط ديالنا اولا ديال الكيك. فهاد الاثناء راني كنت ديجا وجدت يعني المول اللي دهنت له الجوانب ديالو بالزبده وفرشت له قطعه ديال الورق ديال الفرن لانني غادي نقلبه، ففرشت ليه قطعه ديال الورق ديال الفرن لتحت باش كيسهل عليا من بعد انني نقلبه. كنصب الخليط كي كتشوفوا، غنحاول انني نوزعه ونضربه شويه مع سطح العمل باش يتقادلو السطح ديالو وندخلو الفرن. يكون سخون على درجه حراره 170 درجه. كنشعلو له في الاول غير من الجهه التحتانيه، عاد كنشعلو له من الفوق. راه ما كياخذش معكم بزاف ديال الوقت، تقريبا واحد 12 دقيقه راه كيكون واجد، ما كيحتاجش بزاف ديال الطياب لان الطبقه اصلا يعني رقيقه. صافي، من بعد ما وجد الكيك ديالي فشوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي، فخليته واحد شويه هكا حتى دفى، يعني ما قلبتوش مباشره باش ما يعرقش ليا في الطبق. فتسنيت عليه هكا واحد 10 تاع الدقائق. صافي، كي كتشوفوا كنقلبوا، كندير ديك الجهه التحتانيه هي اللي كتولي الفوق، وكنزول هذاك يعني الطرف اولا القطعه ديال الورق ديال الفرن بكل سهوله. غدا نجيب هذا السيركل هذا باش كنكمل يعني الخدمه. صافي، وجبت هنا كاس الا ربع ديال الحليب اللي دوت فيه ملعقه صغيره ديال النسكويك اولا الكاكاو اللي كنديروا للوليدات. فهنايا كنت درت كاس الا ربع لكن ما سقيتهاش يعني كامله بهذاك الكاس الا ربع، درت قل من الكميه يعني خليت شويه لانه الكيك كيجي ديجا يعني كيجي رطب، ما كيحتاج انكم تشربوه بزاف. فصافي، خليت الكيك ديالي على جنب حتى كيتشرب مزيان وكيبرد، وغادي ندوز باش نحضر الكريمه اولا الطبقه الثانيه اللي غنحتاج ليها الكيس ديال الفلون بنكهه الفانيليا اللي كيكون بالسكر. عندي انا هذا الكيس هذا الوزن ديالو 70 غرام. استعملت كما قلت لكم الحجم الكبير اللي فيه السكر، فهنا درته في الاول في البول، من بعد لقيت ان فيه واحد الحبيبات مكتلين فعاود تغربلته يعني باش ما نلقاش صعوبه انه يعني يدوب ليا هكا في وسط الكريمه، فغربلته
وكنضيف خنيشه اولا علبه ديال كريم الشونتيي اللي كيكون الوزن ديالها 100 غرام. كنضيف عليهم كاس ديال الحليب يكون بارد جدا، يعني جبته من الكونجيلاتور اولا من المجمد، ما يعادل واحد 200 مليلتر. في الاول كديروا اولا كتربوا على درجه ديال اولا عفوا على سرعه تكون خفيفه، يعني غير على واحد حتى كيدوب لكم اولا كتحسوا ان داك السكر داب اللي كيكون يعني في الفلو كتحسوا به داب. ما تبداوش من الاول، تبداو هكا بالسرعه العاليه، بداو في الاول غير بسرعه خفيفه، عاد من بعد كتبداو كل مره تزيدوا السرعه حتى كتقال معكم الكريمه وكتحصلوا عليها بهذا الشكل هذا. فراه كتجي خطيره البنات هذه الكريمه، بنينه بنينه بزاف. والمكون السحري في هذه الكريمه هذه اللي هو الكوك او جوز الهند، فهنا ضفت كاس الا ربع وعاود ضفت ربع كاس، يعني في المجموع ضفت كاس ديال الكوك او جوز الهند. وانتم راه كتضيفوا على حسب الرغبه ديالكم. بالنسبه ليا في الاول ضفت كاس الا ربع وضقت الكريمه ديالي، لقيت بانه مازال خاصها شويه تاع الكوك، يعني ما باينش فيها مزيان، ضفت ربع كاس، يعني في المجموع كاس. انتم تقدروا توصلوا حتى الكاس ونص، يعني على حسب الرغبه ديالكم ضيفوا يعني الكميه اللي بغيتوا. صافي، وكنرجع الكيك ديالي من بعد ما تيكون تشرب وبرد، كنوزع ليه هذيك الطبقه تاع الكريمه اللي حضرت معكم، نحاول انني نقاد ليها الوجه ديالها. صافي، وكندخلها للثلاجه وكنخلي ديك الطبقه حتى كتماسك تماما وكتبرد. بالنسبه للطبقه الاخيره او لاغاناش، غادي نحتاج ليه 120 غرام ديال الشوكولاته السوداء اللي ذوبتها في باماغي او لحم مريم، وكنضيف ليها نصف كاس ديال الحليب يكون ساخن، كنضيفوه على دفعات، يعني ما تضيفوش دفعه واحده، كتضيفوا على دفعات. نصف كاس ما يعادل تقريبا واحد 80 حتى 100 مليلتر ديال الحليب. وكنضيف ملعقه صغيره ديال الزبده، انا استعملت هنا زبده حيوانيه، تقدروا تستعملوا كذلك حتى ديال البواطه. كنخلط كل شيء مزيان حتى كنحصل على غاناش للقوام ديالو هكا. غنخليه هكا على سطح العمل واحد شوي حتى يدفى، ما تستعملوش وهو ساخن حيت غيذوب لكم الكريمه، خليوه حتى كيدفى، يعني غير على سطح العمل حتى كيدفى معكم. وصافي، وكتخرجوا الطارت ديالكم او لا التورته ديالكم. فكنت مدخلها انا للمجمد باش نختصر الوقت، فدخلتها للمجمد. كي كتشوفوا لان ديك الطبقه بارده مزيان، غير كتخويو عليها ديك الطبقه تاعت الكاناش كيبرد في البلاصه. صافي، غنصب هذيك الكميه كامله ونخليها هكا حتى كيتماسك ليا مزيان، يعني ضروري ما تخليو ديك الطبقه تاعت الكاناش حتى كتماسك. تقدروا ترجعوها كذلك حتى للثلاجه الا بغيتوا باش تختصروا الوقت. صافي، وكنزول ليها داك الساقي كي كتشوفوا، فراه كتجي ما شاء الله، يعني ما نعاودش لكم البنات، كتجي رائعه بزاف. صافي، وهذا هو الشكل ديالها، فزينتها هكا بخطيطات ديال الشوكولاته، تقدروا تستعملوا يعني ولا تزينوا يعني باللي متوفر عندكم. فدرت انا غير هكا خطيطات بالشوكولاته. صافي، وتيكون هذا هو الشكل ديالها. فراه كتجي ما نعاودش لكم البنات ديك الكريمه، يعني كتجي بحال شي موس ديال الفانيليا بالكوك، خطيره، غير ريحتها كتشهي، يعني تشموا هذيك الريحه تاعت الكريمه، كتجي رائعه بزاف. ان شاء الله غادي تجربوها وغادي تعرفوا يعني علاش كنهضر. صافي، وتيكون هذا هو الشكل ديالها من الداخل، كتجي رائعه رائعه بزاف. كنتمنىكم فعلا هكا تجربوها للضيوف ديالكم اولا كذلك هكا الا بغيتوا تحضروها في المناسبات في الاعياد اولا كذلك حتى العائله ديالكم، فراه فعلا كتجي اكثر من رائعه. وكيف العاده ضروري يعني ما نتقاسم معكم قطعه من الاقتراح ديال اليوم باش تشوفوا شكلها كيفاش كتجي. راه كتجي طريه طريه ديك الكريمه، يعني واحد التناغم تاع المذاقات، ما نعاودش لكم يعني الكوك مع الشكلاط، كتجي طريه طريه وكتذوب في الفم، رائعه بزاف. توصلت النهايه ديال الفيديو، شكرا لكم بزاف على المشاهده، نتلاقى بكم مره اخرى على قناه وصفات ام ادم وكريم، مع السلامه.